كانت الإغاثة الزراعية وبعد دراسات علمية مستفيضة لواقع الزراعة في فلسطين وما يعانيه المزارع الفلسطيني من عوائق بسبب الاحتلال والمستوطنين وانعدام الأسواق نتيجة للحصار، كانت قد وضعت نصب عينيها تطوير ودعم المزارع الفلسطيني لتمكينه من الصمود على أرضه وتطوير أسرته وعمله وبيئته وصولاً إلى تنمية مستدامة. فبدأت بشق الطرق الزراعية وحفر الأبار وبناء السناسل ودعم المزارعين بالمواشي والدواجن والأعلاف والحبوب والأشتال والأشجار المثمرة والمعدات وتدريب المهندسين الزراعيين وبرعاية تأسيس الجمعيات التعاونية وتشجيعها ومساعدتها على التآخي مع نظيراتها في شتى أرجاء الأرض وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الفلسطينية، وهو ما أسهم في خلق واقع أفضل لصغار المزارعين والمنتجين. التجارة العادلة يعني لها مقومات أساسية غير المقومات اللي تم الحديث عنها في مجال العولمة والتغيرات العالمية. المضبوط، التجارة العادلة تخدم المزارع الفلسطيني بشكل كبير، وذلك للأسباب التالية. السبب الأول أن التشوهات الاقتصادية في القطاع الزراعي نتاج الاحتلال، نتاج ضعف التكنولوجيا المستخدمة، صغر حجم الحيازات الزراعية وتفتت الأسواق، عم بجعل فعليا من التنمية قضية صعبة. وبالتالي التجارة العادلة بتيجي هون مكمل أساسي من مكونات النهوض بالقطاع الزراعي والقطاع الريفي في فلسطين. من هون جاءت فلسفة التجارة العادلة، ومن هون كانت الفكرة والبداية كيف تعمل الإغاثة على تجذير هذا المفهوم في الممارسة المعاشة في الواقع الفلسطيني، من أجل أن يكون المنتج الفلسطيني على اطلاع بمتطلبات هذه التجارة، من أجل أن يحقق أفضل النتائج على المستوى الاقتصادي، وأيضا من أجل أن يجد جسور من التواصل مع العالم الخارجي في مجال إنتاجه اللي فعليا بيعاني من مشكلة في الوصول للأسواق الخارجية.